بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى ابد الابدين كلها امين. بندرس مع بعض في تيرانوس مجموعه من العلوم الكنسيه، وكلها في مجملها هي عباره عن ارضيه ومدخل لعلوم الكنيسه. ولما بنواظب على دراسه اللاهوت، اللاهوت لا يتركنا، لأننا نجد في المعرفة الإلهية والمعرفة اللاهوتية نجد التعزية ونجد الخلاص. إذن أي حد فينا بيدرس ويجتهد في العلوم اللاهوتية لا تفارق المعرفة الخلاصية، وما دمنا ندرس من أجل بنيان ومن أجل فائدة نفوسنا وأرواحنا. خطة الدراسة بتاعتنا دايما بنفكر بيها ودايما بنذكر بيها ان احنا الهدف من كل دراسة بنقدمها في مدرسة تيرانوس هي النهضة والتخصص، ومن اجل تأهيل وتكوين الخادم، وده اصبح في الزمن اللي احنا فيه احتياج وضرورة وليس رفاهية وليس اختيار يعني اوبشن، لكنه ضرورة مهمة جدا اننا كخدام وكدارسين نتعلم معرفة لاهوتية أرثوذكسية سليمة. موضوعنا النهاردة أيضا عن التعليم الدياديكية أو الدياداخي، تعليم الرسل 12، وده أول وثيقة تنظيمية ترتيبية لتقنين التنظيم الكنسي والسلوك في الليتورجية والأسرار وأيضا في الأخلاق والحياة المسيحية. يقدم الدراسة اليوم أبونا أوتس أبونا الحبيب الأمس توفيلس المحرقي، مدرس القانون ووكيل الكلية الإكليريكية بالدير المحرق. وأبونا دايما بيتعب ويقدم جهد كبير جدا من أجل تعليمنا، خاصة في مدرسة تيرانوس. يأتي إلينا من الدير المحرق وينقل لنا عبق البرية وزيارة العائلة المقدسة، ويعلمنا بالتعليم وبالسلوك وبالحياة محملا بالبركات من أجل إحنا نكون دارسين ننقل الحياة والروح والمعرفة. يتمجد ربنا يسوع على فم أبونا الحبيب، وتكون لينا فرصة للتعليم حول كتاب الدياداخي. شكرا أبونا، سعيد أن أنا يكون لي حظ أن أنا أخد بركة الخدمة في مدرسة تيرانوس. والفكرة الجميلة اللي بتقوم عليها زي ما أبونا قالها، دعوة المتخصصين لتقديم العلوم الكنسية المختلفة للتعليم، وبتعتمد زي ما أبونا قال، وأكيد المنهج والمبدأ واضح وواصل لكل اللي بيتابع، أن أبونا بيقوم بدعوة متخصص في علم معين، بحيث أن يعني ربنا بيدي النعمة نقدر نوصل أكبر قدر من المعلومات. إحنا قبل كده تناولنا مدخل للقوانين، وده تناولنا جزء من مختصر قوانين الأباء الرسل 127 قانون. والنهاردة نبتدي في أول مصدر منظم، زي ما أبونا قال أقدم وثيقة جمعت التعليم بشكل منظم، وهي منسوبة كلمة دياداخي بتعني الترجمة بتاعتها تعاليم الرب للأمم بواسطة الرسل الاثنى عشر، فهي تعاليم وتنظيمات منسوبة للأباء الرسل، جمعها شخص واعطاها الاسم ده، وبتحوي زي ما أبونا قال بالضبط هي تنظيمات ليتورجية وأمور روحية، تعليم روحية. ايه علاقتها بالقانون؟ ما احنا قلنا في البداية ان القانون الكنسي هو مجموعة تعاليم وتنظيمات، هو فكرة القانون الكنسي هي مجموعة اوامر او تعليم من السيد المسيح ومن الاباء الرسل ومن المجامع المقدسة ومن خلفاء الاباء الرسل من الاباء البطارق. هو ده الهيكل العام للقانون الكنسي. فاحنا هنتكلم بنعمة ربنا عن اول مصدر مجمع اقدم وثيقة، وهي الدياداخي لتعليم الرب للأمم بواسطة الرسل الاثنى عشر. أنا عايز بس أديكم فكرة الأول عن يعني أخذ تركيز أكثر وثيقة الدياداخي ليه؟
لاكتشاف الوثيقة بواسطة فيلوسيوس بيرينوس، ده كان مطران نيكوميديا بعد كده في سنة 1873، اكتشف وثيقة قديمة جدا في مكتبة دير القبر المقدس في القسطنطينية، كانت عبارة عن مخطوط. المخطوط ده 120 ورقة مزدوجة، يعني 240 صفحة، بتحتوي على وثائق أثرية غاية في الأهمية، كانت نقلت من أورشليم إلى القسطنطينية في القرن 17، لكنها وثائق أثرية. من ضمن اللي بتحويه هي وثيقة الديداخي، بنجدها تحديدا في الأوراق من 76 إلى 80 في هذه الوثيقة. عارفين انتوا لما يكون التعليم متداول وبناخد منه وبنستشهد منه، وبعدين نكتشف وثيقة أثرية بتؤكد وجوده، فأعطى أهمية كبيرة للديداخي. تحليل اللغة بتاعته يخلينا نعرف انه اتكتب امتى، اتكتب في زمن لاحق مباشرة لأصفار العهد الجديد. انتوا عارفين كل مرحلة زمنية بيبقى ليها اللغة بتاعتها، فاللغة لما جم علماء اللغة يحللوا اللغة اليونانية اللي مكتوب بيها الديداخي، ادونا كده انه اتكتب في اواخر القرن الاول وبالاكثر في بدايات القرن الثاني الميلادي. الاقتباسات اللي بيعتمد عليها في كثير من تعاليمه هنلاقيها من اكتر حاجة بشارة معلمنا القديس متى، وخاصة الموعظة على الجبل، بعض اقتباسات بسيطة من انجيل القديس لوقا، بعض اقتباسات بسيطة من رسائل القديس بولس الرسول الى روميا ورسالتين الى كورنثوس، بعض مقتبسات بسيطة من رسالتي القديس بطرس، لكن كان الاعتماد الاكبر على انجيل القديس متى. وده اللي يخلينا يعني نبقى عارفين ان الكاتب اصلا اللي كتب الديداخي وجمع التعليم دي له خلفية يهودية وقبل الإيمان بالمسيح ونقل تعاليم الرسل اللي علموا بيها في هذه الوثيقة. طيب السؤال الثاني قبل ما ندخل في شرح القوانين بتاعة الديداخي، اللي يخلينا متأكدين من الأصالة بتاعة الديداخي ان فعلا كان في مرجع وغير الوثيقة اللي اكتشفت، ان تعاليم الآباء عبر قرون الكنيسة المختلفة بداية من القرن الثاني، والعلامة إقليماندوس السكندري كان يقتبس مباشرة من التعليم الواردة بالديداخي. كذلك يوسبيوس القيصري في القرن الثالث أشار إلى المؤلف تعليم الرب للأمم بواسطة الرسل الاثنى عشر. البابا أثناسيوس الرسولي يذكر أيضا ضمن الكتب الغير القانونية. يعني إيه كتب غير قانونية؟ كتب القانونية نفهمها بمعنى أصفار الكتاب المقدس، أصفار الكتاب المقدس، عشان كده الكنيسة تعترف بالأصفار، يقولك الأصفار القانونية التانية. فلما نسمع أصفار غير قانونية مش يعني غير شرعية أو محرفة أو أبلاء، مش أبو كريفة، لا، هي مش أصفار الكتاب المقدس لكن تعاليم نافعة. عشان كده القديس أثناسيوس الرسولي بيوصي بقراءة وتعليم الديداخي، وبيقول أنها تكسب التقوى والعلم لمن يقرأها ويتعلم بها. كذلك روفينوس قرن الرابع في مؤلفه تاريخ الكنيسة تكلم عن تعليم واردة بالديداخي، وخاصة تكلم عن مختصر تعليم الطريقان اللي هي أول حاجة في الديداخي واللي هنتعرض لها. القديس إيرينيوس أيضا تكلم واقتبس نصوص وتعاليم مباشرة من الديداخي. آخر حاجة من الأدلة على أصالة الوثيقة، نيسيفوروس هو في القرن التاسع يعتبر يعني حديث، لكن عايز أقول أن الوثيقة والتعليم متداول في الكنيسة وبينتقل من الآباء من جيل إلى جيل، وهو آخر من أشار يعني في الأجيال القديمة إلى وثيقة الديداخي. زي ما قلنا الزمن بتاع الديداخي هو أواخر القرن الأول الميلادي وبدايات القرن الثاني الميلادي. اتكتب لمين؟ ما اتكتبش لشخص معين، لكن هو بيأخذ صيغة معلم لتلاميذه، فيقول له يا بني، يا بني ده مش شخص، لكن هي صيغة استخدمها الكاتب
وكأن معلم بينقل التعليم لتلاميذه وأبنائه الروحيين. طبعا الديداخي اترجم إلى لغات عديدة، اترجم للقبطية في أواخر القرن الرابع الميلادي في بردية البهنسة، تحتوي نص لغة قبطية مترجم للديداخي، ترجم للاتينية وللأثيوبية، وترجم مؤخرا إلى اللغة العربية، ده في القرن آخر القرن التسعتاشر، وفي القرن العشرين تمت ترجمته إلى اللغة العربية، ومؤخرا في أواخر القرن العشرين تمت ترجمته إلى لغات أوروبية حديثة أهمها اللغة الإنجليزية. الديداخي لما نمسكه كوثيقة ككتاب بين إيدينا بينقسم إلى أربع أقسام، كل قسم بيتناول جانب معين من التعليم. القسم الأول بياخد الفصول هو 16 فصل، يعني مقسم إلى 16 فصل، كل قسم من الأقسام الأربعة بيحتوي على مجموعة فصول بتتكلم على موضوع معين. الفصول من 1 لـ 6، القسم الأول وهو بيحمل تعليم الطريقان، هنتعرض ليه لما نيجي نبتدي نشرح. القسم الثاني الفصول من 7 إلى 10، وهو القسم الليتورجي، وهو بيتكلم عن تعليم تنظم المعمودية وتنظم الصوم وتنظم الصلاة وتنظم التناول الإفخارستية. القسم الثالث الفصول من 11 إلى 15 بينظم درجات خدام الكنيسة، وهنتعرض ليه لما نيجي ندخل في القسم الثالث. القسم الرابع والأخير وهو فصل 1 اللي هو الفصل 16، وهو يتكلم أو هو قسم إسخاتولوجي، يتناول التعليم بخصوص انتظار ومجيء المسيح. دول الأربع أقسام اللي بيحويهم الديداخي مقسمين إلى أربع أقسام، القسم الأول الطريقان، القسم الثاني القسم الليتورجي، القسم الثالث التنظيم لخدام الكنيسة والدرجات الإكليروس، القسم الرابع والأخير يتناول الانتظار والاستعداد لمجيء الرب الثاني. القسم الأول اللي هو الطريقان واللي هو بيحوي الفصول من 1 إلى 6، صعب جدا ان احنا هنقعد نقراهم، احنا هنعرف بس هم عبارة عن ايه. عبارة عن من المسمى بتاعهم الطريقان، يعني ايه الطريقان؟ طريق الحياة وطريق الموت، تعليم بتقول للإنسان لو انت عايز تمشي في طريق الحياة عليك 1، 2، 3، 4، اتكلمت عن المحبة، اتكلمت على محبة الله، محبة القريب، اتكلمت على الوصايا المحبة واردة في متى الإصحاح الخامس، اتكلمت عن العطاء وحب العطاء والصدقة، وبعدين الجزء الثاني اللي هو الطريق الموت، التحذيرات بقى، احذر من ومن ومن ومن، لأن دي في الآخر هتؤدي إلى طريق الهلاك. تحذر مثلا البعد عن الشر، أنواع الخطايا، القتل، الزنا، الشهوة، الفجور إلى آخره. إيه اللي يهمنا أو إيه فايدة طريقان، أو دول كانوا بيتقدموا لمين، أو كانوا بيتقروا لمين، أو ده كان قانون لمين؟ العلماء بيجزموا أن تعليم الطريقان، طريق الحياة وطريق الموت، هو قانون كان يتلى على الموعوزين المقبلين إلى المعمودية وقبولهم ضمن المؤمنين. اتكلمنا قبل كده في تعليم الآباء الرسل، خلي بالكم انتوا هتلاقوا التعليم اللي في الديداخي متطابقة مع قوانين الآباء الرسل، وإلا يبقى كلام مش مظبوط، وهو مصادر منسوبة للآباء الرسل يبقى لازم تتفق مع قوانين الرسل اللي احنا تعرضنا لها قبل كده. فمن ضمن التعليم أو من ضمن قوانين الآباء الرسل اتكلموا عن الموعوزين. مين هم الموعوزين؟ اللي هم ناس قبلوا ان هم يدخلوا الإيمان المسيحي، فكان الكنيسة بتاخدهم وتقعدهم فترة معينة يقبلوا فيها التعليم، يقبلوا فيها الإيمان ويفهموه، لغاية ما الكنيسة تجد ان هم جاهزين للمعمودية فيعتمدوا ويدخلوا خرس المؤمنين او يقبلوا ضمن جماعة المؤمنين
ويتناولوا من الأسرار المقدسة. ما كانوش يقدروا يتناولوا من الأسرار المقدسة طبعا قبل المعمودية. ما ينفعش حد يتناول قبل ما يعتمد ويصبح من المؤمنين. التعليم بتاع الطريقان ده كان عبارة عن قانون الموعوزين. يعني التعليم اللي كانت تتلى على الموعوزين ما هياش بس تعليم لاهوتية. ما هياش بس أنا بعرفك الإيمان. الإيمان ليس مفصولا ومنفصلا عن الفضائل اللي تعيشها. لو أنت ادعيت أن ليك إيمان وحياتك غير مشمرة ولا تشهد للمسيح ولا تحيا الفضيلة وتمجد الله فأنت تدعي الإيمان. عشان كده لما كانوا بيلقنوا الموعوزين الإيمان ما هوش بس تعليم عن الثالوث، ما هوش بس يؤمن بالمسيح والتجسد والقيام، لا يؤمن فقط بلاهوت المسيح، لكن كان يتعلم ويحيا بوصايا المسيح اللي تحمل الفضائل واللي تخليك تقدر تمجد اسم المسيح وتشهد لي. وده اللي كانوا بتقدموا الكنيسة في تعليم الطريقان. عشان كده الختام بتاعه، ختام الفصل السادس للطريقان، كان يحذر عن كل ما سبق، تحذير من ترك التعليم السابق ووصايا بالكمال. كانوا يوصوهم بأن تحيا وتتطلع إلى الكمال في المسيح. ثم يعرض لوصية الصوم وأن يحتمل ما يقدر عليه من صوم وأن يتجنب ما ذبح للأوثان. لأنه كان بيكلم مين؟ كان بيكلم ناس تركت الوثنية ودخل للإيمان المسيحي. فأوعى بعد ما تدخل ترجع تاني وتشترك أو تأكل أو تبخر أو يعني تأكل ما ذبح للأوثان أو تقدم عبادة لغير الإله اللي قبلت الإيمان به وهتعيش بهذا الإيمان إلى أن تلقاه. ده القسم الأول، إلقاء الضوء بس عليه. أول حاجة في الدياداخي تعليم الطريقان، وهي وصايا تدفع أو توضح هذا طريق الحياة وهذا طريق الموت. والحياة للعلم يعني ما كانش الدياداخي بس هو اللي بيحوي فكرة تعليم الطريقان، لكن هو كان تعليم منتشر في الكنيسة الأولى، وهو مأخوذ من أصول كتابية. لو ترجعوا في حتى العهد القديم لما ربنا أمر موسى أن يقسم الأصباط ويقفوا على جبلين، جبل البركة وجبل اللعنة، ويسمعوا وصايا الحياة ووصايا الموت، ويقول لهم كل واحد حر يختار، بس خلي بالك لو اخترت ده هتحيا، لو اخترت ده هتختار طريق الموت واللعنة. هي نفس الفكرة. فهو بيعلم بأن أنت داخل للإيمان هتحيا 1 2 3 4، هتبتعد عن 1 2 3 4، وإلا مش هتكون مؤمن حقيقي، ولا يكون إيمانك شاهد حقيقي للمسيح، ولا يكون إيمانك إيمان مقبول أمام الله، إيمان بدون أعمال ميت. القسم الثاني اللي هي الفصول من 7 إلى 10، وهنتناول فيها القسم الليتورجي والتعليم الواردة الخاصة بالمعمودية وبالصلاة وبالصوم وبالإفخارستية. أول حاجة القسم الأول اللي هو المعمودية، مجموعة من القوانين اللي وردت في الدياداخي عن المعمودية. طبعا باختصار كده، أول حاجة بيذكرها أن تكون صيغة التعميد، أن يتم التعميد باسم الآب والابن والروح القدس. التعميد باسم الثالوث قبل مجمع نقيا وارد في وثيقة الدياداخي وفي تعليم الكنيسة الأولى. لم يكن أبدا الثالوث أبدا فكرة نشأت في مجمع نقيا كما يدعي الشهود يهوه مثلا، أبدا. واردة في أقدم وثائق وتعليم الآباء الرسل أن تكون صيغة التعميد باسم الآب والابن والروح القدس. الماء الذي يتم به التعميد يوصي الدياداخي بأن يكون الأفضل ماء جار، وإن لم يكن فبماء آخر، مش ضروري يعني يفضل الماء الجاري، لكن ما فيش. النهاردة احنا كلنا في الكنيسة مع بناء الكنيسة في القرن الثاني مع وجود جرن المعمودية أصبح التعميد داخل ماء في إطار جرن المعمودية، ويفضل الماء البارد أولا وإن لم يكن فبماء عادي أو عايز تقول ماء ساخن. طبعا الماء البارد مش مية الحنفية ولا المية الساخن، ده ما حطناه على النار. عارفين الآية اللي بيقول المسيح عن
كأس ماء بارد، ده كان ماء ليه شروط وبيجي من أبار معينة وكان ليه يعني مواصفات معينة، فبيفضل الماء البارد عن الماء الساخن في التعميد. أما طريقة التعميد فهي في الأصل التخطيص 3 مرات باسم الآب والابن والروح القدس، وبعدين بيرد استثناء في الديداخي بيقول لو انت في ضرورة للمعمودية، واحد مثلا مقبل على الموت زي ما لغاية النهاردة، وأكيد أبونا وكل الأباء عارفين لو لقدر الله طفل في الحضانة وبيحتضر، فبياخد أبونا مية من مية المعمودية ويروح يعمده في مكان وخلاص معمودية مرة واحدة، معمودية كاملة مقبولة تمام. فهو بيقول الاستثناء انه اذا لم يكن هناك جرن ماء يختص فيه وفي ضرورة لان الشخص اللي قدامك ده يعمد، فيقول فالاستثناء عند الضرورة اسكب الماء على رأسه 3 مرات باسم الاب والابن والروح القدس. لما يقول ان لم يكن هناك ماء اسكب على رأسه، ده خلينا نعرف ان التعليم الثابت في الكنيسة هو المعمودية بالتخطيص، وأن الاستثناء فقط في حال الضرورة، شخص مقبل على الموت وضروري طبعا أن يعتمد قبل الإيمان وهيعتمد ولا يوجد جرن فيسكب من الماء على رأسه 3 مرات باسم الآب والابن والروح القدس. وفي الديداخي ما أشارش تحديدا لمن يقوم بالتعميد، لكن في تعليم القديس أغناطيوس الأنطاكي الآباء الرسوليين بيشير في تعليمه أن الأسقف هو من يقوم بالمعمودية، وبيقول كده في تعليمه وبدون أسقف لا يجوز العماد ولا ولائم المحبة اللي هي الأغابي، يعني القصوص ما يعمدوش، لا ما هو عمل القصوص معاون للأسقف في الأسرار، يعني هو في الأصل الأسقف هو اللي بيمارس الأسرار والقصوص بيعاونوه فيقيموا الأسرار بدلا منه. فهو يعني عايز يقول الكهنوت بدونه لا يجوز المعمودية ولا إقامة ولائم الأغابي اللي كانت بتقام بعد الإفخارستية ولا الإفخارستية بالطبع. دي القوانين، مختصر قوانين المعمودية في الضداخي. المعمودية باسم الآب والابن والروح القدس، الماء يفضل الماء الجاري، إن لم يكن فبماء عادي، الماء العادي اللي هو في محيط معين في جرن بيحد إناء يفضل أن يكون الماء البارد، وإن لم يكن فبماء عادي. التخطيص باسم الآب والابن والروح القدس يمكن أن يكون هناك استثناء إذا كان واحد خلاص مريض هيموت أو واحد محتضر فهتعمده، من الممكن أن تسكب الماء على رأسه 3 مرات بسم الآب والابن والروح القدس. الذي يقوم بالمعمودية وبالتعميد وبالأسرار هو الأسقف والقصوص الذين يعاونونه. الجزء الثاني، الفصل الثامن بقى من القسم الثاني، القسم اللي ترجي الصلاة والصوم. في بعض العلماء قالوا يعني طب ما هو المعمودية بعد دي المفروض على طول يبقى الإفخارستية، ليه دخل في النص الصوم والصلاة؟ عشان التسلسل الطبيعي اللي كان بيسبق المعمودية في ترتيب الكنيسة وفي تعليم الأباء الرسل، إن كان هناك قبل الحضور للمعمودية كان هناك صوم 2 أو 3 قبل المعمودية، فكانوا يصوموا الأول وبعدين ييجوا مستعدين ويقبلوا التعميد ثم يتقدمون للأسرار. التعليم الواردة عن الصوم في تعليم الديداخي، أول حاجة بيقول لا تقيموا أصوامكم مع المرائين، وكان بيشير هنا إلى الكتب والفريسين أو اليهود الذين لم يقبلوا المسيح، وطبعا بخلفية اليهودية كان يرى رياء الكتبة والفريسيين، عشان كده اقتبس نفس الكلمة اللي قالها المسيح لا تقيموا أصوامكم مع المرائين، فلا تصوموا اليوم الثاني والخامس من الأسبوع، اليهود اللي كانوا بيصوموا الاثنين والخميس، أما أنتم فلتصوموا اليوم الرابع وهو يوم الاستعداد اللي هو يوم الأربع، اليوم الرابع اللي هو الأربع ويوم الاستعداد اللي هو الجمعة. فأول إشارة وردت عن الصوم الأربع والجمعة هي واردة أصلا
في تعاليم الآباء الرسل، ليست مبتكرة وليست حديثة وليس تعليم مستجد، لكن يعني تم تنظيم صومي الأربع والجمعة من بداية الكنيسة الأولى، ونجدوا في قوانين الديداخي. بنلاحظ في تعليم الصوم الوارد في الديداخي رقم واحد أنه بيقاوم رياء اليهود وخاصة الكتبة والفريسيين. رقم اتنين بيقاوم حاجة مهمة قوي كانت بتعاني منها الكنيسة، فكرة التهود. ليه هو بيقول ما تصوموش الاثنين والخميس؟ ما هما مسيحيين، هيصوموا ليه اثنين وخميس؟ لا، المشكلة ان كان في تهود، يعني ناس دخلوا المسيحية ولسه بيراعوا عوائد اليهود، فهو ما بين البنين، هو مسيحي لكن لسه شوية بيراعي اليهودية، فهو بينص وبيجزم ان اوعى تشتركوا معاهم وتصوموا الاثنين والخميس، ولكن ليكن صومكم يوم الاربع ويوم الجمعة. بعد كده زي ما انا قلت ان دي كانت اول اشارة لصوم الاربع والجمعة في التعاليم المسيحية المبكرة. اما ما يرد عن الصلاة في الديداخي فبنجد انه بيوصي في الصلاة ثلاث مرات، والحقيقة انه واقع ثلاث مرات في اليوم، يعني واقع تقليد الصلاة ثلاث مرات في اليوم، وان كان يهودي اصلا لكن هو طبعا بيأخذ الصيغة او الصبغة المسيحية، واستمر فترة طويلة وكان في شواهد كتيرة بتشير الى ان هم كانوا في البداية بيصلوا يوميا ثلاث مرات. حدش يقول طبعا طب ما احنا النهارده بنصلي سبع صلوات، في امور تم تطويرها، يعني في امور اتطورت واعيد ترتيبها ووجدوا انه من دي ما بتعرضش، دي ابتدى الامر بثلاث مرات في 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 اليوم. ما احنا لو قلنا ان مثلا لو جه واحد اقبل على التعليم ده كان ممكن على الايمان كان ممكن يقعدوا ثلاث سنين على ما يقبلوا معموديته، الكلام ده برضو ما بيحصلش دلوقتي. كان في قوانين بتمنع التناول بسنين العمر كله، ما اصبحتش القوانين دي موجود. وزي ما احنا قلنا في البدايه في بدايه اول محاضره خدناها انه في امور ما بتعتبرش ان هي معارضه او بتعارض او بتخالف، لكن في امور قابله لان يعاد تنظيمها ويعاد ترتيبها فيما لا يخالف التعليم الإيماني الثابت الصحيح وتعليم الكتاب المقدس التي لا يجوز مخالفتها ولا يجوز التحايل عليها. الفصل التاسع والعاشر ما يرد في الديداخ من قوانين تخص الإفخارستية والتناول. بيتحدث الفصل التاسع والعاشر عن الإفخارستية. بس عايز ألفت نظركم ان في الديداخي كان العلماء بيجدوا صعوبة عن في انهم يقولوا هي الافخارستية اللي مقصودة هنا هي ايه. هتقول لي يعني ايه هي الافخارستية؟ ليها معنى اكتر من معنى. في الكنيسة الاولى كان في امرين او ممارستين بيتقال عليهم الافخارستية. الممارسة الاولى اللي احنا لسه بنمارسها لغاية النهاردة، وهي الجوهر، اللي هي التناول من جسد الرب ودم، اللي هي صلاة على خبز وخمر يصيران جسد المسيح ودمه، اللي هو سر التناول اللي احنا بنمارسه. طب كانت بتقال على ايه تاني؟ كانت بتقال على ولائم الاغابي، ولائم المحبة التي كانت تقام بعد تنظيمها بعد سر الافخارستية. يعني كانوا يتناولوا وكانوا يدخلوا على وليمة الأغابي، وكانت تجمع فقط المؤمنين، يعني حتى الموعوظين كان يمنع من المشاركة في وليمة الأغابي، كان يشترك فيها فقط المؤمنين. عشان كده حتى في قوانين الديداخي لما يقول ولا يتناول من إفخارستياتكم غير المؤمنين، دي ما كانتش بتقول على التناول بس، لأن حتى وليمة الأغابي لا يجوز أن يشترك فيها غير المؤمنين المعمدين. طب ليه الصعوبة دي كانت موجودة؟ قبل ما نقول القوانين بتاعت الإفخارستية اللي بيذكرها، ليه الصعوبة دي كانت موجودة؟
أول حاجة احنا قلنا أن كلمة الإفخارستية كانت بتقال على التناول وبتقال أيضا على ولائم الأغابي، ولائم المحبة التي تقام بعد التناول. الصعوبة الثانية أن الألفاظ اللي كانت بتستخدم في الإفخارستية كانت بتستخدم أيضا في ولائم الأغابي، يعني كان في فعلين بيتم استخدامهم، الفعل الأول يبارك إفلوجي أو، والفعل الثاني يشكر إفخارستي أو، والاتنين كانوا بيستخدموا في التناول أو على جسد الرب ودمه الإفخارستية، وكانوا بيستخدموا أيضا في كسر الخبز في وليمة الأغابي حتى في آيات العهد الجديد. وأنا هذكر لكم بعض الأمثلة. لما بنقرأ في يوحنا 6:23 وهو كان يتكلم في الصلاة على الخمس خبزات والسمكتين، كلمة شكرة استخدم في فعل إفخارستي أو، رغم أنه كان بيتكلم على الخمس خبزات والسمكتين. والكلمة نفسها لإفخارستي أو استخدمها القديس متى ولوقا في الحديث عن سر جسد الرب ودمه الأقدسين. يبقى فعل الإفخارستي أو اللي هو يشكر استخدم في العهد الجديد على الاثنين، على كسر الخبز أو الخمس خبزات والسمكتين، ودي ما كانتش إفخارستية، واستخدمت على الإفخارستية بمعنى جسد الرب ودم. والفعل الثاني اللي هو يبارك إفلوجي أو استخدم أيضا على الممارستين، استخدم على صلاة البركة على خبز عادي في مباركة الخمس خبزات والسمكتين في متى 14، واستخدمت في سر الإفخارستية في العشاء الرباني في متى 26. عشان كده الفعلين يشكر ويبارك ما نقدرش نميز بيهم، هو كان بيتكلم على الإفخارستية تناول من جسد الرب ودمه، ولا على وليمة أغابي كانت تقام بعد الإفخارستية. في التقليد الرسولي اللي هيبوليتوس دي المصادر اللي احنا مصدر تاني ناخده في مرة أخرى إن شاء الله، بيقول إذا لم يوجد أسقف أو كاهن ليبارك إفلوجي أو، فكل واحد من الشعب الجالس يشكر إفخارستي أو لنفسه. ففي في في قانون واحد في عند هيبوليتوس استخدم الفعلين في الحديث عن وليمة الأغابي التي كانت تقام بعد الإفخارستية، ولم يكن يتحدث عن سر الإفخارستية بمعنى جسد الرب ودم. عشان كده الصعوبة الموجودة في الضداخي أن القوانين الواردة دي هي بتتكلم عن تناول جسد الرب ودم سر الإفخارستية اللي احنا بنمارسه لغاية دلوقتي، ولا على وليمة الأغابي اللي هي وليمة المحبة التي كانت تقام بعد سر الإفخارستية ويشترك فيها المؤمنين. علشان الألفاظ المستخدمة كانت بتستخدم في الاثنين، القوانين المستخدمة لا يأكل من إفخارستياتكم غير المؤمنين، هي وليمة الأغابي نفسها كانت أيضا لا يأكل منها إلا المعمدين. عشان كده العلماء، علماء اللي درسوا وحللوا وبحثوا، توصلوا في النهاية إلى إيه؟ لا نستطيع أن نجزم بأن المقصود في الكلمة هي الصلوات الخاصة بسر جسد الرب ودمه الأقدسين أم بوليمة الأغابي. لذلك فذهب العلماء إلى أن هذه النصوص اللي بيذكرها الضداخ، احنا مش هنقولها، احنا كلمة النصوص يعني الصلوات الواردة في الضداخ، قالوا العلماء ان دي هذه النصوص هي صلوات إفخارستية تقال في ولائم الأغابي، او صلوات تقال في ولائم أغابي تتبع بإفخارستية مباشرة. خلي بالكم انه حصل تغيير في التنظيم، ان وليمة الأغابي تم التعديل بعد كده وأرجئت لأن تكون بعد سر الإفخارستية. طبعا هو
كان من ضمن القوانين احنا قلنا انه لا يأكل من الافخارستية غير المعمدين، ده قانون، فكان ممنوع ان حد يتناول الا المعمد، وممنوع ان حد يشترك في وليمة الاغابي الا برضو المعمد اللي هم المؤمنين، وكلمة مؤمن يعني معمد. حاجة التانية ان كان يشير قبل التقدم الى الافخارستية للضرورة الطهارة، مش الطهارة بمعنى هندخل في تفاصيل الطهارة الجسدية، لا، ومن كان طاهرا فليتقدم بمعنى تائبا. تائبا يعني الشرط اللي كان بيضعه في ضاخي ان اللي يتقدم الى الافخارستية شرطين، ده مختصر قانون، شرطين. شرط الاول المعمد، الشرط الثاني المستعد بالتوبة التائب، وده تعليم الكتاب المقدس نفسه. دول المختصر القانونين اللي اتحطوا في الضداخي على من يتقدم للتناول. من يتقدم للتناول هما شخصين او شرطين. شرط الاول المؤمنين، فلا يجوز التقدم للتناول من الموعوظين او من لا يؤمن او من لم يتقدم للكنيسة من الاساس. والشرط الثاني هو التوبة. طبعا ده مختصر في صلوات كتيرة في الضداخ مش اقدر اتعرض ليها، لكن انا بقول لك باختصار كده القانونين اللي وضعتهم الكنيسة من البداية للتقدم الى الافخارستية وللتقدم الى وليمة الاغابي اللي كان بيشترط فيها ان يكونوا مؤمنين. شرط الاول ان يكون مؤمنا يعني معتمدا، الشرط الثاني ان يكون تائبا اي مستعدا. هاخد دلوقتي قبل ما نعمل بريك ونقف، مش احنا ناخدها على محاضرتين، ناخدها على هاخد دلوقتي ترتيب القداس نفسه في تعليم الضداخي علشان اكمل بيه الجزء، وان كان في فصل متاخر شويه، لكن انا هاخد ترتيب القداس قبل ما ارجع بعد كده للحديث على التلات رتب الكنسية اللي كانت موجودة في الضداخ. ترتيب القداس هنلاقيه الى حد كبير جدا ماشي مع ترتيب القداس اللي احنا بنصليه النهاردة. فبيقول لك حتى ده في تعليم القديس يوستينوس الشهيد في نهاية القرن الأول أيضا بيذكر هذا الترتيب أيضا. فبيقول أول حاجة يلتئم شمل المؤمنين جميعا في المدن والقرى في مكان بعينه. ما كانش لسه في بنية الكنيسة اللي هي بدأت مع القرن الثاني ان يبقى فيه مبنى مستقل وليه شروط، دي هناخدها في المراسيم الرسولية بعد كده. فكان بيشير ان هم هيجتمعوا، يلتئم شمل المؤمنين يجتمعوا في مكان يختارون ان احنا هنقيم الافخارستية والقداس مثلا في المكان الفلاني. بعد كده يقرؤون مذكرات الرسل وكتب الانبياء بقدر ما يسمح الوقت. خلي بالكم مع الفارق، يعني كانوا لازم يقروا من الرسائل ومن الانجيل، بس ما كانش لسه بقى اتنظمت بشكل القطمارس اللي احنا بنقراه وتم ترتيب اليوم الفلاني نقرا كذا، اليوم الفلاني نقرا كذا، اليوم الفلاني نقرا كذا، لما يكون النهارده سيره شهداء نرجع الى تاريخ كذا عشان ده القراءات الخاصه بشهيد، لما يكون سيره بطريرك نقرا القراءات الخاصه بالبطريرك، لما يكون عيد من الاعياد نقرا. ما كانش تنظم القطمارس بالشكل ده، ولكن كان المبدأ نفسه موجود ان هم يقرؤون في كتب الرسل والانبياء. بعد ما ينتهوا من القراءة بقدر ما يسمح الوقت، ما كانش لسه تنظم بالضبط الطريقة ولا الاجزاء اللي هتتقري، يقول لك من يترأس اللي هو بيرأس القداس، اللي هو رئيس الكاهن او الكاهن اللي بيرأس القداس، يقف يلقي كلمة تعليم تخص القراءات اللي قرأت، يعني يقروا من الرسائل ومن الإنجيل، وبعد كده يقف اللي بيرأس القداس علشان يقول كلمة على القراءات اللي قرأناها، اللي هي لغاية النهاردة في الكنيسة بعد القراءات بتبقى العظة، والعظة دايما مرتبطة بالقراءات اللي احنا قرأناها. العظة بتاعت القداس ما بتبقاش خارجة عن نطاق القراءات اللي احنا قريناها. بعد كده
كانوا يبدأوا الصلاة وبعدين بيقول عبارة لازم أقف عندها، يقول لك يقفوا للصلاة معا بصوت عال. لو احنا افترضنا ان الصلوات دي ما كانتش متفق عليها او ما فيش اجزاء معينة مكتوبة بيصلوا بيها، ازاي هيقفوا مع بعض يصلوا معا بصوت عالي؟ يعني لو انا هصلي صلاة وابونا هيصلي صلوة واي حد من الاخوة هيصلي صلوة، ازاي نقف ونصلي مع بعض معا بصوت عالي؟ فده دليل على ان كان في اجزاء مكتوبة زي صلوات مشتركة كانوا يصلوا بيها مع بعض. بعد ما ينتهوا من اجزاء معينة من الصلاة يقول لك يأتي رأس المترأس اللي هو الكاهن اللي هو اللي يقدر يقيم الافخارستية، يأتي بالخبز والقمر والخمر ويرفعه ويصلي صلوات الافخارستية، وكان الشعب يردد خلفه هاتفين في أجزاء الصلوات، في كل ما يصلي جزء يصلوا ويرددون أمين، ثم يقوم بقسمة الجسد وتوزيعه على المؤمنين وكذلك الكأس. ده كان البنية الأساسية في بداية القداس اللي بعد كده ابتدى القديسين اللي وضعوا تنظيم القداس يقول لك ايه، طب احنا نرتب الأجزاء اللي هتتصلى، قديس باسيليوس كذا، قديس غرغوريوس كذا، قديس ماركوس اللي هو بعد كده ادخل بعض التعديلات، القديس كرولوس كذا. فنظم الاجزاء اللي هتتقال في قداسه، وبعد كده جزء الصلب القداس اللي هو التقديس اللي قال عليه هذا القداس المختصر اللي احنا قلناه ان المترأس يرفع الخبز والخمر ويصلي ثم يقسم ويوزع لكل احد. ده البنية الاساسية الى للقداس اللي مذكور في تعليم الديداخ واللي أشار إليه أيضا القديس يوستينوس الشهيد في نهايات القرن الأول. نتوقف قليلا بعد كده نرجع نكمل التنظيم الرتب الكنيسة ودورهم، وبعد كده ناخد بعض يعني اختصاصاتهم، وبعدين نلقي الضوء على باقي تعليم الواردة في الديداخي إلى نهاية الديداخي وفي الفصل 16. شكرا أبونا الحبيب، ربنا يعوض قدسك كل خير. ناخد راحة بعد إذنكم، ناخد راحة، ناخد بريك ونرجع مرة أخرى نستكمل معا تفصيلات المضامين لنص كتاب الدياديكية تعليم الرسل الاثني عشر. شكرا أبونا، ربنا يعوضك كل خير.